بالمناسبة كان موجود النهاردة في تمرينة المنتخب. المنتخب بيتمرن على فترتين كل يوم في الجيم الصبح، تمرينات خفيفة تقدر تقول عليها كده تدريبات استشفائية عشان المنتخب أو لاعبتنا تتخلص من حالة الإجهاد الشديدة اللي كانوا بيعانوا منها في الفترة الأخيرة. وبعد الظهر بيبقى التمرين الأساسي اللي حضراتكم شايفين منه لقطات على الهواء. خلينا نشوف دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قال إيه ونرجع لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بشكركم جدا واهتمامكم بمنتخب مصر فريق قومي، ودي رسالة بنقولها لكل الجماهير المصرية. كلنا لازم نشجع منتخب مصر ونشجع فريقنا. هم عندهم روح معنوية عالية جدا وحاسين بمدى المسؤولية وأهمية المسؤولية. أنا اتكلمت معاهم في الحقيقة، كلهم عندهم روح عالية. احنا بنوفر ليهم كل الوسائل، واتحاد الكرة معاهم يشوف شغلهم. عندنا جهاز فني ومدير فني على أعلى مستوى، عندنا فريق كويس جدا. ما نقعدش نقول أصل والفريق التاني. الفريق التاني احنا في رأيي لم نهزم. احنا يمكن 4 مباريات اكسترا تايم، والماتش الأخير ما كانش عندنا 2 باك رايت للإصابات وخلافه، وعندنا الستوبر الرئيسي وعندنا حارس المرمى الرئيسي مش موجودين، ومع هذا اتعادلنا واكسترا تايم، والبناليتيز دي يعني فيها توفيق. فريقنا قوي ان شاء الله رب العالمين. المهم يأدوا بشكل كبير جدا، القدر ده بتاع ربنا، واحنا ورا المنتخب القومي، وان شاء الله نتفائل دايما بالخير هنا، وربنا يكرم ان شاء الله في السنغال. شكرا يا جماعه، شكرا، سلام عليكم.